نجدد اللقاء اليوم وكلنا أمل أن نكون في أحسن الظروف. رمضان كريم. يمكن للفن أن يوحد بين الشعوب، ويمكن للرياضة أن تكون جسرا حقيقيا لربط وإحياء أواصر المحبة والتواصل والتفاهم بين الأمم. طبعا الموضوع ديال اليوم اللي غادي نناقشوه او اللي غادي نتحاوروا فيه موضوع جميل ونبيل، موضوع له مواصفات مدنية حضارية. هو موضوع حضور. اليوم سنغير البوصلة 180 درجة. من بعد ما كنا كنناقشوا وكنطرحوا وكنقترحوا مواضيع ذات طبع سياسي غالبا، اليوم غادي نتكلموا على جانب اخر. سنتحدث عن الفن، سنتحدث عن دور الفن في التقريب بين الشعوب، سنتحدث عن دور السينما ودور الصوره في اعاده ربط اواصر الصداقه والمحبه طبعا بين الشعبين المغربي والجزائري. سنتحدث عن حضور نجوم او نجمات مغربيات في الدراما التلفزيونيه الجزائريه، وبالضبط خلال رمضان الحالي، رمضان 2021، اللي كنتمناو انه يدوز في اجواء ديال المحبه والصفاء الروحي لكل شعوب العربيه والاسلاميه. في بادره ديال تعاون درامي شكلت واحد الحاله فنيه مختلفه عن ما سبق، كيشاركوا ممثلون مغاربة في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية الجزائرية بعد الحرام، وتتقاسم جمالي وباي أدوار البطولة مع عبد القادر جريو ويوسف السحيري ومليكة بالباي وسهيلة معلم وأحمد بن عيسى وعزيز بوغروني ومصطفى العريبي وإيمان نوال. وعلما أن إخراج المسلسل تكلف به نصر الدين السهيلي والسيناريو أنجزته رفيقة بوجدي، طبعا هذا طاقم إخراج جزائري. وكيقدم هذا المسلسل اللي هما أولاد الحلال قصة اجتماعية تدور أحداثها في حي الباهية العريق بمدينة وهران بالجزائر الشقيقة، حيث يخوض الشقيقان مرزاق وزينو رحلة البحث الشاقة عن عائلتهما التي انقطع التواصل معها لمدة طويلة. وخلال رحلة البحث يقدم البطل عبد القادر جريو، اعتذر عن خطأ إذا كان شي خطأ في نطق الاسم، الذي قام بالمعالجة الدرامية للنص والمخرج التونسي نصر الدين السهيلي، يقدمان صورة عن الوجه الآخر للمجتمع في الأحياء الشعبية والنمشي والفكري والقيمي المكرس في مثل هذه الفضاءات الإنسانية. وكانت جمالي فتي جمالي قد شاركت في الموسم الرمضاني بمسلسل الماضي لا يموت، كما صورت مشاهد مسلسل يحمل عنوان دموع وردة. وفي مفاجأة بالنسبة للدراما المغربية والجزائرية، تشارك الممثلة المغربية نادية كوندا في بطولة أضخم إنتاج كوميدي جزائري يتم عرضه على شاشة قناة الشروق الجزائرية خلال رمضان 2021. ونشرت نادية كوندا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام البوستر الرسمي لمسلسل عاشور العاشر، الذي تؤدي دور البطولة في موسمه الثالث على التوالي، من أجل الترويج له ودعوة متابعيها لمتابعته. يشار إلى أن مسلسل عاشور العاشر هو عمل كوميدي جزائري عرض لأول مرة في رمضان 2015 على قناة الشروق، وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية دفعت صناعه لإنتاج موسم ثالث له عاشور العاشر. والمسلسل من إخراج وتأليف جعفر قاسم بطولة صالح أوقرت خلال الموسمين السابقين قبل أن ينسحب منه، ويتم تعويضه بحكيم زلوم في الجزء الثالث، وسيد أحمد أقومي، مدني نعمون، ياسمين عمري وسهيلة معلم.
مسلسل تدور أحداث المسلسل الكوميدي الأضخم في الجزائر في مملكة خيالية في مكان خال ما في الدولة المذكورة بين القرن 11 و12 تدعى المملكة العاشورية، يحكمها السلطان عاشور العاشر، وتروي مغامراته اليومية مع زوجته وأبنائه وشعبه والممالك الأخرى. يذكر أن الممثلة المغربية نادية كوندا من مواليد 1989 بالدار البيضاء تقيم حاليا بكندا، ومن أبرز أعمالها ألف ليلة وليلة وليلة هوى يا هوى أبو عمر المصري وعاشقة من الريف. وعلى صعيد آخر، شاركت كل من الفنانة المغربية فاتي جمالي والممثل المغربي أيضا سعيد باي في مسلسل جزائري بعنوان أولاد الحلال، والذي تعرض حلقاته خلال شهر رمضان. ودعت مليحة العرب في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الانستغرام جمهورها لمتابعته، ويعتبر المسلسل أنجح مسلسل جزائري تعرضه قناة الشروق الجزائرية. وبدوره تقاسم سعيد باي عبر صفحته الخاصة بنفس الموقع صورا من جينيريك المسلسل الجزائري وبعض صور ومقاطع الفيديو مع أبطاله. وتدور أحداث مسلسل أولاد الحلال حول قصة الأخوين زينو ومرزاق اللذين سيبدأان رحلة البحث عن والديهما بعدما نشأ في ملجأ للأيتام. ونقلت تقارير إعلامية أن العمل الذي شاركت فيه نادية كوندا المثير للجدل من خلال المواضيع المثارة فيه شهد السنة الجارية تعتيما على الصحافة والجمهور أثناء التصوير. يذكر أن تجربة المشاركة في الأعمال الرمضانية الجزائرية شملت من قبل الممثل سعيد باي وفاتي جمالي في مسلسل بعنوان أولاد الحلال سنة 2019. وجه آخر يتعلق الأمر بوهيبة بوية، أول مغربية تلعب دور البطولة في السلسلة الرمضانية الجزائرية. للسنة الثانية على التوالي تبث القناة الجزائرية الوطنية الأرضية الفكاهية الرمضانية الجزائرية فاطمة فطومة، التي تلعب فيها الممثلة المغربية الشابة وهيبة بوية دور البطولة. وهيبة بوية أول مغربية تلعب دور البطولة في سلسلة رمضانية جزائرية للسنة الثانية على التوالي. المغربية في حوار أجرته مع موقع راي اليوم أنه بعد نجاح الجزء الأول للسلسلة الفكاهية الرمضانية انتهينا الآن من تصوير الجزء الثاني لرمضان. هذا الجزء مليء بالمفاجآت ويعرف حضور وجوه تلفزيونية جزائرية معروفة كضيوف لمجموعة من الحلقات وشعبيتها. وعن توجهها إلى الجزائر للتمثيل وعدم إيجاد موطئ قدم لها في المغرب قالت: لا يمكن أن أنكر أنني قمت بتصوير بعض الحلقات من السلسلة الاجتماعية مداولة، وأغلبها كان لي فيه أدوار رئيسية، وبثت في شهر رمضان على القناة الأولى، والفضل يرجع إلى الأستاذة المحترمة رشيدة أحفوض التي كان لها الفضل في دخول عالم الشاشة الصغيرة واشتغالي في مجموعة من الأعمال التي كانت وراء إعدادها وتنفيذها لأزيد من 6 سنوات. كما أشكر المخرج الشاب رؤوف الصباحي، أنتظر فرصة اشتغالي بشكل أكبر وأوسع في الوسط الفني المغربي، فأنا لا أنتظر صدقة بل أنتظر حق الطبيعي كممثلة اجتهدت من أجل الوصول إلى حلمها، لكنها خريجة الإجازة المهنية في الدراسات المسرحية بشهادة تفوق خريجة معهد الفن الدرامي، حاصلة على مجموعة من الشواهد التقديرية والجوائز كأحسن ممثلة في بعض المهرجانات الدولية للمسرح الجامعي والوطني كضيوف لمجموعة من الحلقات. أما دوري تقول وهيبة، أما دوري في السلسلة وهو فاطمة دور رئيسي،
برفقتي فاطمة الجزائرية وفطومة التونسية. نشتغل كموظفات بشركة خطوط للطيران، ورغم اختلاف جنسياتنا مغربية جزائرية وتونسية إلا أننا استطعنا أن ننجح كأننا في بلد واحد. وعن شخصيتها في السلسلة الجزائرية قالت وهبة: شخصية فاطمة هي الشخصية المركبة، شخصية مرحة جدا، همها الوحيد البحث عن زوج والخروج من لائحة العزوبة، لا يهمها شكل الزوج أو حالته المادية، الأهم عندها أن تصبح زوجة، كما أنها مجنونة في بعض الأحيان، سريعة الرد، عصبية المزاج، ولا تتحكم في عواطفها. تحكي معاناتها في قالب كوميدي يحمل طابع السخرية الذاتية في أغلب الأحيان، فشخصية فاطمة كانت الشخصية الأقرب إلى قلوب الجمهور الجزائري نظرا لبساطتها وشعبيتها. وعن توجهها إلى الجزائر للتمثيل وعدم إيجاد موطئ قدم لها في المغرب قالت وهيبة: لا يمكن أن أنكر أنني قمت بتصوير بعض الحلقات من السلسلة الاجتماعية مداولة، وأغلبها كان لي فيه أدوار رئيسية، وبتت في رمضان على القناة الأولى، والفضل يرجع إلى الأستاذة المحترمة رشيدة أحفوظ التي كان لها الفضل في دخولي عالم الشاشة الصغيرة واشتغالي إلى جانب مجموعة من الأبطال والنجوم، كذلك في بعض الأعمال التي كانت هي وراء إعدادها وتنفيذها لفترة أطول من 6 سنوات. كما تقدمت بالشكر للمخرج الشاب رؤوف صباحي، وهي تنتظر فرصة اشتغالها بشكل أكبر وأوسع في الوسط الفني. تقول وهيبة: لا أنتظر صدقة من أحد، بل أنتظر حق الطبيعي كممثلة اجتهدت من أجل الوصول إلى حلمها، لكونها خريجة تحمل إجازة مهنية في الدراسات المسرحية، وكذلك خريجة معهد الفن الدرامي حاصلة على مجموعة من الشواهد التقديرية والجوائز كأحسن ممثلة في بعض المهرجانات الدولية للمسرح الجامعي والوطني.